السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على اوبن ستريت ماب، وده نقدر نقول ان هو جوجل مابس بس اوبن سورس. طب ليه ما نعتمدش على جوجل ماب؟ جوجل ماب مقفول وممكن يغلق، وممكن مثلا لاي سبب من الاسباب تلاقي اسباب دعائية او اعلانية، في حاجات اتقفلت في حاجات فتحت، فانت مش متحكم فيه، ما تقدرش تطور فيه الحاجات دي كلها. انما اوبن ستريت ماب مفتوح ليك ان انت تطور وتضيف وتحط مباني ثلاثية الابعاد وتضيف صور للشارع نفسه والحاجات دي كلها، تمام. فلذلك انا بفضل الاوبن ستريت ماب، وفي برامج كتيره جدا معتمد عليه. يعني انت ممكن تدخل الحاجات بتاعت اوبن ستريت ماب دي جوه السكتش اب، وممكن تدخلها جوه الاوتوكاد، ممكن تدخلها جوه الريفت، ممكن تدخلها جوه الانفرا ووركس. انفرا ووركس القاعده البيان بتاعته معتمده اصلا على الاوبن ستريت ماب، تمام. في برامج كتيره زي اليوميون، اليومن جواه اوبن ستريت ماب، من ضمن الامكانيات اللي احنا قلنا فيها ان هو في اوبن ستريت ماب، الخريطه معتمده على اوبن ستريت ماب، وليك ان انت تدخل الصور دي بالجي بي اس، او ان انت تدخلها من خلال الكاميرا العاديه. من خلال الكاميرا العاديه في تطبيق اسمه اوبن ستريت كام، تمام. اوبن ستريت كام اهوت بتقدر تحمله من على الاندرويد او الايفون، وتقدر تسطبه اهو، تمام. طبعا الموبايل وانت راكب العربيه بتروح مثبته في المرايه، فهو يبدا ياخد صور للشارع كله ويخزنها عنده في قاعده البيانات. لو احنا جينا نبص كده على الخريطه هنلاقي مثلا ان في دول كتيره في اوروبا اهي خلصت خالص، تمام. الناس مثلا في اسبانيا بيبداوا يمشوا ويبداوا يصوروا الشارع بتاعهم وهكذا، تمام. هنلاقي ان في الوطن العربي، احنا بنتكلم عن الوطن العربي مش الشرق الاوسط، لان الشرق الاوسط هندخل الاحتلال معانا، فاحنا بنتكلم على الوطن العربي. هنلاقي ان في شغل كويس جدا جدا في ليبيا، في ليبيا كلها هيت، في حتت كتيرة او متغطية، موراكو، في هنا الكويت، انا هنا عشان موجود حاليا في قطر فمغطي جزء منها، تمام. طول ما انا ماشي بروح مسطب البرنامج حاططها في الازاز وابدا اصور. في شغل في الامارات، تمام. فاحنا عايزين هنا برضو، احنا في مصر احنا هنعمل ان شاء الله اوبن ستريت ماب ايجيبت ونسجلها رسمي، تمام. تلاحظ ان مصر تقريبا فاضيه تقريبا، تمام. ليه ما نصورش المعالم السياحيه بتاعتنا بشكل قوي والشوارع الرئيسيه؟ الحاجات دي هتفيدنا في الشغل، يعني وانت بتعمل حاجه في الريفت او بتعمل حاجه في اي برنامج من البرامج، تقدر تحمل الخريطه بالمنطقه اللي حواليك، وتقدر تحط مباني ثلاثيه الابعاد، وتقدر تعمل حاجات لا حصر لها. هنبدا نشوفها واحده واحده مع بعض من خلال البرنامج. يعني ممكن نعمل تطبيق للفساد، ان انت مثلا موجود في اي مكان فتدوس بس ضغطه ان في فساد في المنطقه دي، فلما ناس كتير يستخدموا التطبيق ويدوسوا عليه يبدا يدي انذارات ان المكان ده في فساد، او تدوس على زرار اخضر فيقول لك ان المكان ده كويس. استخدام الموضوع ده في ليبيا، ان لو في حصل اي تفجير او اي حاجه فيها مشكله او الطريق مسدود، بس مجرد تدوس دوسه مش تدخل بقى على الفيسبوك وتقعد تكتب رساله وكل الناس تقعد تقراها، لا، اللي شغال بالخرائط يبدا يشوف الرسائل دي ويبدا يخلي باله من الموضوع دوت. ممكن مثلا حد عنده كوفيد 19 يبدا يسجل الموضوع دوت، ويبدا مثلا اول ما تظهر حاله يروح دايس، فلما تنتشر مثلا نقطه حمراء في مكان معين فنعرف ان المكان ده فيه وباء والدوله لازم تتعامل معاه، ما تقدرش تتجاهله. فاتمنى ان احنا نتعاون مع بعض بالذات يعني في الوطن العربي كله، وخصوصا مصر والسودان وليبيا وسوريا والعراق وكله، يعني ان شاء الله وباذن الله نعمل حاجه كويسه. في هتلاقي صفحات اوبن ستريت ماب ايجيبت، اوبن ستريت ماب ليبيا موجوده على الفيسبوك، تدخل ونبدا ننسق مع بعض. وحتى لو انت مجرد بس ان انت دخلت على اوبن ستريت ماب وسطبت البرنامج واشتغلت بيه، تمام، هتلاقي المعلومات دي. مثلا الليدر بورد ان هو اكتر ناس بتستخدم البرنامج. طبعا انا في الفتره دي حظر تجوال، فلذلك هتلاقيني قليل جدا، تمام، بس هتلاقي برضو اسم موجود هنا اهوت، تمام، وهكذا. الموضوع ما بياخدش منك وقت خالص، او ما بتروحش مشوار مخصوص عشان تصور، لا، انت في طريقك عادي. لو انت رايح اي مشوار سوبر ماركت بتاع بتبدا تسطب البرنامج بحيث الناس كلها تستفاد من المعلومه بتاعتك وتبقى معاها صور المنطقه. احنا عندنا مناطق كويسه جدا وجميله جدا في مصر، فياريت ان احنا نهتم بتصوير المعالم السياحيه. كل دوله برضو تحاول تصور افضل ما فيها، ما ينفعش يبقى الكيان المغتصب اكتر مننا، لا، لازم نعمل احنا شغل كويس. فانا ادعو الجميع ان هو ينشر الفكره وينشر الفيديو وينشر
الموضوع ويبدأ بنفسه يصور الشارع طول ما هو ماشي. ده ممكن هو بياخد صورة تقريبا كل ثانية أو حاجة زي كده، فبتبدأ ويخزنها عنده على الموبايل، ما بيرفعهاش غير لما توصل لشبكة عشان ما يعرفش النت. تمام، فهم الناس حريصين ان احنا ما نعيطش وما نلاقيش ان النت خلص بسبب الاوبن ستيت ماب وتدعي على عمر وبتاع. تمام، اتمنى ان شاء الله الموضوع يلاقي قبول باذن الله.